سلام زين، صباح الخير. كي صبحتو؟ اجو نديرو روتين صباحي السكو. دابا غادي نغسل وجهي بصابون ديال لو ليدرنيس ديال الكالبي ديرماتولوجي. هاد الصابون هادي كتنشف لنا الحبوب و كتخد لنا الحبوب اللي كيكون عندنا في البشره ديالنا، كسا سواء كان حب الشباب ولا داك الحبوب الرقيق اللي كينوض لينا بسبب الصهد ولا العرق ولا شي حاجه. وانا غنغسل بها وجهي مزيان، هانتوما الحبوبات اللي كانوا هنا ما بداو كيتحيدوا. فوالا نفركو وجهنا مزيان. دابا غادي نستعملو الجل اتيب من قلبي ديرماتولوجي بيان سور. سمح لي صوتي راه مخنوق. دونك على باز ديال الشبو الخزامه و تيرماويت. تيرماويت كيفتح لنا لي زون انتيم، الشبه كتنقي وكتجمع لنا لا زون انتيم او اي بلاصه استعملنا فيها لو جيل كو سوا ركيبات ولا اي بلاصه عندنا فيها ترهلات. اي الخزامه اللي كتخلي لنا ديك ريحه الغزاله وفريش فريش فريش بزاف في المنطقه الحساسه. اون بليس دو سا راه بي اش فيزيولوجيك، يعني تقدروا تستعملوه دو فوا بار جور. غادي نديرو لا كريم ايدغاتونت. عرفت راه البرد خلاتي ميمكنش دايره شربت الدواء، ولكن السبب اش ما عرفتهاش. دايره انا ما كنلبسش حوايج، ما كنقدرش نلبس وانا لابسه شي حاجه هكا سخونه ولا مكمده ولا شي حاجه. بون غنيدغاتا وجهي ولا كريم ايدغاتونت قلبي ديرماتولوجي. كتيدغاتا لنا 72 ساعة. فوالا دابا غادي نابليكيوها مزيان على وجهنا وعلى عنقنا حتى هويا. خطر خطر هاد لاكريم ايدغاتونت، انا ولات عندي ادمان هاكا. راه تقدروا تستعملوها حتى ولاد وليداتكم الا كانوا صغار هاكا، راه بوغ لي زونفون لي بيبي وحتى لي زادولت. وراها سون بارفان سون بارابين، كوم كو الا كنتو خايفين من شي اليرجي ولا شي حاجه، حيت راه كتصلح لتو لي تيب دو بو. دابا غنمشيو باش نفطرو. اختي انا ما دايرش لي جماره ولا الفطر عشان الخبز. لا تعافي هي ما استخدمتش الدابا، اي ما جات الخبز مني. اغلى خبز منصوريه هو هذا كدوي شوف ما بارك شوف كويس. خويا علاش كتغمس؟ دير انت في الخبز. نو او بنعم بنادم كبير. لا يبردو نعطيه دوموندي علينا. هذا فطور عائلي هذا شخصي. عطاكي زادي ليه الجبن بناتي هذوك. لا حالتك يا ام هذا شنو هذا؟ حزاق حزاق شخصيا. قال لي هذاك جبن حزاق جبالي الكفايه. لا والله مالك قال لي علاه؟ قال لي حزقني ماما جايبه معاه بيصارتها من الدار وانا ما يضيع هاك خويا وسام. تبعك ما تزيدش معاك. مازال ما فطرش باقي. ونهول غنجيب غير هنا غير هنا غير الحليب. وهذا هو فطور عائلي ديالنا. ضربوا 100 ريال وهو قال لك اصاحبي لعبه في النص. شو هذا الزريه بوندو يا بلا حشمه بلا حياه. النص ولا طاير صغير. ما كتحملوش هذا. البنات غادي نمشيو نخرجوا دابا. غادي نصايب معكم ميك اب بالزربة حيت ديجا تعطلنا. وكنتحلفوا عليا. المهم انا درت لك غير انفيزيبل، ما درتش تانت فوالا. قربت سالات بلوطو، غادي نمشي قربت سال. ها هي 50 بلس ديال السبيس اكليرسيسونت. المهم انا ابليكا بالزربة على وجهي باش نمشيو. غندير اونتي سير، غندير كلامز، غندير غير شي شويه هنايا وهنايا هنا وهنا في هاد البلايصات هادو. ياب نفكس دابا وجهي بباودر هكا بالاخص هنايا تحت عينيا و البلايص اللي كيعرقو ليا بحال جبهتي و هنايا البلاش ديال جولدن روز بحال ديما. خويا بشوية اليوم متفرعوش ليا راسي خلوني ندير بتيطا ميك اب ويلي وقف ليا عند راسي. المهم انا واجدة دابا. بون بالنسبة لوسا كنخلي لكم لاباج في انستغرام اللي خديتو من عندي هدايا. كتهزو كساسو هكا ولا كتهزو هكا بسانتور ديالو ديال ميليطون، كيجي واعر بزاف بزاف. كنت البارح بغيت نبارطاجي معاكم ولكن قلت حتى نلبسو فوالا. وبالنسبة للبزطام ديالي حتى هو من عندي هدايا، كيجي واعر بزاف وكيهز بزاف يعني كبير. اختي راه ما سافرت ما والو، انا كاينه دابا في محمدية
يلاه ستاسيون دابا جينا لواحد البلاصه كنقلب على صباط ديال الطالون. دابا انا في العشيه بغيت نلبس كسوه وجبت الكسوه ونسيت ما جبتش الطالون. دونك انا جيت لواحد البلاصه هنايا على بانوا لي فيها الحوايج وداك الشيء ما عرفتش شنو سميتها قصبه ولا ما عرفتش لعيبه. هي البلاصه اللي كنا جينا لها البارح فين كنا الببوش. ودابا غادي نهبطوا نقلبوا على طالون. جيت انا وصاحبتي ليتس جو شوف هذا الشيء شنو كاين هنا الشكل ديال داك الشيء. سيارتي الجميله وي صاحبتي تلحلي الفيديو بلا صوت. المهم جينا لواحد لابوتيك لقينا عنده هاد الطالونات هادو. صافي بقينا كنقلبوا لقيت هاد الطالون هذا فيه هاد اللون وفيه هاد اللون هذا. المهم صافي بقات صاحبتي كتقلب في المحل ويبان لها واحد طالون غزال هو هذا. انا غنوري لكم دابا هو هذا في النواغ. فيه النواغ ديالو وفيه الباج كيجي غزال وفيه الباج في الباج ديالو هذا البنات. صاحبتي غتاخدي صاحبتي كانت كتقيس فقلا ناخد انا الباج ما عرفتش انا واش ناخد الباج ولا النواغ. صافي في الاخر قررت انني ناخد النواغ. شوفوا كيفاش جا في رجليها جاها غزال ما شاء الله. دابا هذاك الباج بين ولكن عرفتي النواغ حتى ناخد هذا ونتقول بلا ما ناخد. صافي وانا ناخد النواغ انا وياك غير 200 درهم. صافي انا صاحبتي باي باي. صافي اختي بعد ما خدنا لي طالون اللي بغينا كنا ساكنه صراحه محتاجين غير لي طالون. دابا جينا لماكدو ما عرفناش فين كاين بقينا كنقلبوا عليه عاد باش لقيناه. صافي حنا جينا لي دابا ناكلوا شي حاجه عاد ديك الساعه نمشيو للدار نلبسوا حوايجنا باش نعاودوا نخرجوا عاوتاني. البنات شوفوا لي الفيو شحال زوين. شوفوا السما كتبان موف فوقيه لوني المفضل. شوفوا استحفظتي اجي نحلو هاد هاد الكوموند هادي انصامبل. ليتس جو. انتما كيف وصلت انا باقا ما حليتهاش حتى يلاه خديتها غير قبيله. دونك نحلوها باش نشوفوها انصامبل. المهم هاد الكوموند هادي فيها بيجامات حيتاش بدا كيبرد الحال شويه وصراحة ما بقاوش عندي بيجامات ديال البرد دونك سي بوغ سا خديت بيجامات جداد. هادي او المهم غنقيسهم ليكم باش كون كوي يبانو ليكم مزيان. بالنسبه لاباج منين خديتهم غنخليها ليكم دابا في لي ستوري انستغرام كيف كنديرو ديما. ودابا غنقيسهم ونبارطاجيهم معاكم. بالنسبه خديت انا ثلاثه ديال البيجامات حتى دايره دير لكم دابا بروموسيون. الا خديتو ثلاثه ديال البيجامات غادي تاخذوهم ب 350 درهم اوليو ديال 400 درهم. اوكي المهم دخلوا باش تستافدوا. دابا اجيو نقيسوا لي بيجام. المهم البنات اول وحده هي هادي كتجي بحال هكا في هاد اللعيبات هادو هنايا. وبالنسبه للثوب ديالها شوفوا كيفاش كيجي واعر وسخيخن. المهم هادي هي ثاني وحده. اوكي كيجي فيها هاد الديزاين هذا نيا حبيت تيتوب ديالها خطير خطير غزال. المهم خديت هادي شوفوا شحال كتجي كيوت شد الزغبه. المهم خديت هادي حتى هي كيجيو فيها الوان كتجي هابطه شويه على لافيس كتجي سخونه تلبسيها مع شي بودي في البرد ومع كساوي مع دي جوب مع شحال من حاجه كتجي زوينه.